صح؟ نغير مفهوم الرنجه. احنا بناكل رنجه ومعاها ايه؟ معاها بصل طماطم، يعني ده كالعاده. طيب احنا عايزين نغير مفهومها شويه. هنعمل ايه؟ هنعمل موس الرنجه. موس الرنجه ده عباره عن ايه؟ عباره عن نص كيلو رنجه. نص كيلو رنجه ده بيكون مخلي خالص، فابتدي ان انا اطحنه مع نص كوبايه طحينه ومعلقتين من الزيت وعصير ليمونه. بدنا نعيد المقادير شوي شوي. نص كيلو رنجه اوكي مخلية. نحن تيطلع عنا هيدا المظبوط اللي هو ده. اوكي لحتى نوصل بهيدا المزيج من الرنجه نعمل ايه؟ نص كيلو من الرنجه المخليه اوكي، بحطها في الكبه عندي او فود بروسيسور، وبحط معاها نص كوبايه من الطحينه ومعلقتين من الزيت، وعندي عصير ليمونه ومعلقه خل، وهنحط حوالي معلقتين شبت ومعلقتين بقدونس، بحاول ادخل بقى فيها خضروات شويه. بحط كمان معاها ثمره فلفل اخضر. اوكي كل ده بيتطحن مع بعض ناعم خالص، بيبقى بوريه عندي بالشكل ده، اصلا طعمه رائع. طعمها مختلف خالص. اوكي اوكي ببتدي بقى اعمل ايه؟ بقى عندي هنا توست اسمر. هو النهارده الفكره ان هنعملها برده مرتبطه بعيد الربيع والورد، فهنعمل تورته من التوست والرنجه بالخضروات، بالورد بتاع الخضروات. اوكي تمام. انا هجيب عندي هنا بدي يطلع مثل الكيك، يعني منظر كيك بالظبط. عندي هنا توست اسمر خلاص للي حابب يعني الطري. انا برجح اسمر اكتر. اهو بالشكل ده كده اسمر صحه اكتر وفايبر اكتر. بالظبط، وفي فايبر اكتر بالظبط، وفي كمان اللي بيبقى فيه 7 حبوب. اوكي اوكي وهبتدي عندي هيدا المخروط اللي قلنا عنه للرنجه. انا هاخد بقى جزء هنا ده منه. هبتدي ان انا اوزعها عندي فوق التوست. يبقى دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن رنجه وعباره عن طحينه وشبت وبقدونس وعصير ليمون ومعلقتين من الزيت. اوكي بطحنهم كلهم ناعم بالشكل ده. التوبنج بقى اللي انا هغطي بيه التورته كلها عباره عن كوبايه من المايونيز وكوبايه من الساور كريم، او ممكن ساور كريم بس او ممكن مايونيز بس. اوكي تمام. اذا عم نشوف هلا كيف عم بتمديها. انا بحاول بس اوزعها اهو بالشكل ده كده خلاص على كل الاطراف. نقطة مهمة جدا ان انا لازم لما اجي، اولا هي رنجة يعني أأمن حاجة في الاسماك المملحة دي، بس مهم قوي ان انا اختارها تكون لونها ذهبي فاتح، تكون جلدها مشدود مش دبلانة، تكون فيها لمعة. اوكي علشان اتخلص مني اولا اجيبها ملح خفيف او عدمة، ما يكون الاملاح قوية فيها بالظبط. علشان بقى طيب اتخلص انا من الاملاح الزيادة دي هعمل ايه؟ او علشان تكون كمان بشكل سليم اكتر وأأمن اكتر. تنقعي يعني؟ لا مش هننقعها بقى، هنجيب مية مغلية، وهي المية بتغلي انا بنزل بيها في الرنجة ثانية بس يعني على كل جنب وبرفعها تاني. اوكي بتمتص اي املاح زيادة داخل الرنجة دي، وكمان شبه تعقيم للرنجة. اوكي بتبقى امان اكتر واضمن اكتر. انا كده حطيت طبقه تانية من التوست وببتدي ان انا افرد طبقه تانية من الرنجه. يعني هيدا موس الرنجه، خلينا نقول موس الرنجه بالظبط. موس الرنجه اللي عم تستخدميه ضربه هنا معاها او طحنه معاها بصل اخضر. طبعا البصل ده يعني مضاد حيوي طبيعي، انا بنصح بيه دايما مع الاسماك دي خلاص. بنصح كمان بالمشروبات الدافيه زي اليانسون زي النعناع زي الشاي الاخضر، دي نقطه مهمه جدا مع الاكلات دي. او ان احنا بقى مش عايزين نشرب حاجه دافيه، فممكن اعمل حاجه فريش من عصير الكيوي والاناناس. اوكي او كيوي ونعناع او اناناس ونعناع، فبيكون مشروب هايل جدا وكمان منقي للجسم. 3 طبقات مثل ما عم نشوف. موس الرنجة. موس الرنجة حطيت الموس على طبقتين اذا فينا نقول، وما كترت كثير الكميه صح؟ مديتيها طبعا يطلع كثير دلع وقوي. لا لا مش أوكي. كتير خلاص، بس انا اقدر هلا بدك تقطعيها. لا هنعمل دلوقتي بقى، هنشيل بس الحاجات دي كده. ده كده احنا مش عايزينه. هبتدي انا اغطي التوبنج ده، عباره عن قلنا كوبايه من المايونيز خلاص، كوبايه مايونيز من الساور كريم. اوكي وببتدي ان انا اخد كده ايه جزء هنا كانه تورته. ايه صح بالظبط. هي كانها تورته فعلا. ابتدي ان انا اغطي هنا كده اهي الوش عندي، وكمان هنغطي كمان الاطراف الجوانب. بالظبط كده اهي. وهلا اكيد بدك تزينيه. هنزينها بقى بخضروات، بورد من الطماطم ومن الخضار زي الخيار وزي الجزر اوكي، والبقدونس والزعتر. يعني بدخل كمان خضروات مع الطبق ده، ما بعتمدش على الرنجه بس، ومش بعتمد على الملوحه بتاعت الرنجه بس. هيدا ما فينا نعتبره طبق رئيسي بس، ما ولا من المقبلات يعني اكثر.
والله بصي حسب كل عيله ما بتكون متعوده على ايه. طبعا في ناس كتير مش هتعتبرها طبق رئيسي خالص. تقول لك لا ده ما يكفيش. بالظبط. يعني هنتعشى ايه؟ تقول لك هلا ده اكل بس هنتعشى ايه؟ يعني هناكل ايه بقى في الاخر طيب؟ فاهو بصي انا هنا ببتدي ان انا اغطي اهي الجوانب بالشكل ده كده اهي ممتاز. جميع الجوانب. ليه بقى؟ لان انا هعمل على الجوانب دي بقدونس خلاص او اي خضروات انا حباها، فاللي هيمسك عندي الخضار ده لازم تكون حاجه كده كريميه. اوكي خلينا نرجع نذكر بس بالمقادير. اوكي هنقول نص كيلو من الرنجة خلاص مخليه من الشوك بتاعها ومن الجلد كمان. تمام. هنحط معاها عصير ليمونه، نص كوبايه من الطحينه، نحط معلقتين من الشبت ومعلقتين من البقدونس، وهنحط كمان ثمره فلفل اخضر وثمره بصل اخضر. اوكي تطلع لنا موس الرنجه اللي عبيناها ممكن بنفس الطريقه مع التونه. كمان ممكن للتونه. بس انضف بس هنا الطبق ده عندي. اوكي بنرجع بنذكر المايونيز اللي شايفينه، هو مش كريمه، هو مايونيز. مايونيز مع الساور كريم. اوكي مع الساور كريم. وهلا بقى بيجي دور التزيين. دور التزيين بالظبط كده. هلا ما بعرف هيدا دايما بحس عمليه صعبه فكره تزين بالطماطم، يعني تعملي شكل ورده لا خالص، احنا لو عندنا بس وقت في الاخر هنشوف ممكن نعمل ازاي ورده الخيار. بس انا بجيب هنا عندي بقدونس. اوكي بحاول هنا املى هنا الاطراف اهي بتاعه التورته بتاعتي او التوست اللي عندي. مثل ما قلنا المايونيز ضروري لحتى تمسك الخضار عليه. بالظبط كده. ممكن كمان على فكره اعملها على شكل ميني بقى لو عايزينها بقى كمقبلات فعلا. شكل ميني كده شبه الكنابيه شويه. اوكي فبتبقى على صغير اهي. بحاول كل الاطراف. طبعا هو في الاخر هنقول ان التزيين دايما ده بيكون اذواق حسب انا عايزه ازينها بايه. ممكن ازينها مثلا بشرايح خيار او ليمون من الجوانب. أوكي. مش شرط بقدونس. بس انا بشوف دايما البقدونس كمان من الحاجات المهمه جدا، كمان انا ممكن اشربها كمشروب دافي بعد الاكله دي في شم النسيم خلاص. هي من الحاجات اللي هي يعني قويه جدا فيتامين سي، وكمان بتعلي المناعه قوي. طب بس ما الاكلات كتير قاسيه بهيدا النهار تحديدا، كان بالنسبه للفسيخ وبالنسبه للبصل، شو فينا ناخد اشياء حتى نشيل الروائح المزعجه اللي بتطلع بالطبخ؟ هيبقى بقدونس. ناكل بقدونس نمضغ يعني؟ بالظبط بقدونس خلاص، او نعناع. اوكي دي اقوى الحاجات. والشاي الاخضر، الشاي الاخضر على فكره بيضيع الروائح دي. اوكي بصي انا هنا بشيل شويه بحاول انضف الطبق. هبتدي ان انا اجيب هنا عندي الطماطم، ورده كده من الطماطم، ورده من الخيار. اوكي ورده من الجزر. ونبتدي نعيد تاني اهي الالوان. ناخد بعد كده مش مسموح. شو انت شاطره بسمه، مش مقبول بس مستحيل. طب ايه؟ لا رائع كثير حلو. اوكي اهي خلاص. وناخد ورده كمان طماطم. من الطماطم. ناخد هنا واحده من الخيار. اوكي كان عندنا هنا ممكن ناخد الخس ده. هتزيدي خس عليها. بس ممكن نصغريها شوي. نصغرها شويه. ده اللي هي قلب الخصايه نفسها. اوكي بتحطيها بالنص. بنحطها كده في النص بالشكل ده. حديقه. وهنا عندي ترانشات من كده من الليمون، جيبها هنا كده على الاطراف. طبعا الليمون اساسي يعني معانا في الاكلات دي، مهمه قوي. صح. فبالشكل ده كده خلاص. البصل بقى انا ممكن نحط واحده هنا. هيدي بتنضاف مع شقفة التوست اللي بتاكليها. بالظبط. يعني هو وحظه اللي هيجي مع البصل. لا هني يتقسموها انا على فكرة. بصي عندي هنا زعتر مشروب، برضو الزعتر من الحاجات الهائلة جدا، هو مضادات أكسدة عالي قوي. بصي طلع هنا كده زي فروع من الزعتر. يعني حاجات بصي بسيطة وتاتشات بسيطة قوي اهي للديكوريشن بس بتدي شكل. طبعا كل اللي عارف ان انا كنت جايه اعمل تورته رنجه يقول لي تورته رنجه تورته رنجه دي بقى يعني ايه هي بقى دي يا جماعه تورته رنجه؟ الكل اللي سالني وكان مستغرب. اوكي نحن بنقول لكل اللي عم بتابعونا اذا ما لحقتوا طريقه التحضير رح تنزل هذه الفقره على اليوتيوب،
ومن خلالها بيقدروا يرجعوا يشوفوا كيف اشتغلت عليها وشو المقادير بالظبط، حتى للكب كيك كمان اللي وهنا عندنا بصي ده كده شريط ميته اهي، ممكن نحطه هنا كده نكسر اللون الاخضر بتاع البقدونس اهي اللي على الاطراف دي كده، وكده احنا اكلنا رنجة واكلنا كمان معاها كم من الخضروات، وكمان العيش اللي معاها مش عيش ابيض ده كمان توست اسمر فمليان فايبر زي ما قلنا، فمن الحاجات اللي بتدي كمان احساس بالشبع وبتنظف المعده، هي ميزه الفايبر ان هو كمان بيساعد على تنظيف المعده. بعد في شيء بدك تحطي له؟ خلص بعتقد لا كمان. خلاص كده اعطيني بس عايزين نحطه هون صح، بدي اقول لك لحتى نشوفه بطريقه افضل. هيدا الشكل، هيدي بقى تورتة الرنجة وهيدول الكب كيك اللي اشتغلت عليهم بشكل هيك فيه كتير. انا بس عايزة اوريهم بقى حاجة، بدي اشوف كيف لفيتيها وردة. دي براية موجودة عند اي محل بتاع ادوات منزلية. اوكي. بجيب الخيارة او الجزرة ببتدي ان انا عارفة قلم كأنك بتبري قلم. اوكي اهي كده بتبري قلم عادي خالص وهيطلع في الاخر سن قلم. بتعرفي كانوا من قبل يعملوها بالسكين وياخد وقت. خلاص اهي وطلع قلم برضو في الاخر يعني اهي. ببتدي اخد فين الطرف، انا بحب اكل العالم اكل. اول طرف اللي هو اتبرى معايا ببتدي ان انا الفه اهي بالشكل ده كده. بتلفيه على شكل الورده، ما بعملش حاجه غير ان انا بفضل ماشيه اهي مع الورقه نفسها بس. لا نفكر على الطماطم اصعب، صح ولا لا؟ لا بالعكس الطماطم سهله جدا يعني، اعتقد كل الناس بقت عارفه ازاي ورده الطماطم دي من كتر ما احنا بنعملها كتير، بس ممكن نبقى نعملها في مره او ممكن نعملها دلوقتي لو في وقت اهي. شوف ده هيدي طريقه عندي الورده بتاعت الخيار وبنفس الشكل من الجزر. طيب سريعا فرجينا الطماطم بس للي أوكي بس ما بيعرف، مش عارفه السكينه دي هتنفع ولا لا يعني. هي تقريبا بتحتاج سكينه رفيعه اكتر. رفيعه وصغيره. بصوا انا باجي هنا من الطرف هنا دي من هنا اهي. اوكي خلاص بفضل كده ماشيه تحت القشره اهي، باخد قشره رفيعه اهي زي ما احنا شايفين، بمشي داير ما يدور حوالين القشره كلها، ما بروحش في اي حته تانية اهي لحد ما اوصل للاخر. هنفترض ان احنا كده وصلنا هنا مثلا للاخر، هبتدي فين اول جزء انا قطعته زي الخياره بالظبط، هبتدي ان انا تلفي الفها بالظبط كده وافضل برضو ماشيه معاها اهي زي ما احنا شايفين كده. حلو خلاص، وفي الاخر بقت عندي تطلع الورده. الورده كتير حلو، يعطيكي الف عافيه. بس سهل ولا بسيط ولا صعب ولا ايه؟ لا بدي احط اليوتيوب احضره كذا مره بيمشي الحال.